عملت الأبكون يا شباب كان لها صدى كبير، كان لها شعبية ضخمة. الآن العملة منخفضة كبير، هل ممكن ندخل فيها كاستثمار؟ هل المناسبة للدخول؟ رح نناقش بهذا الفيديو أهم الأخبار لعملة الأبكون. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. صديقي هي أرباحنا من قناة التليجرام، بتمنى منك صديقي تلقي نظر على القناة لتشوف أرباحي بنفسك، وما تفوت على نفسك الفرصة وتنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. صديقي لا تنسى تترك تعليق وتعمل مشاركة لتكون أحد الرابحين معي بفيديو يوم غد. وهلا شباب خلونا ننتقل للمحتوى. العملة حاليا سعرها دولار وسنت تقريبا، انخفاض بعام 2023 أكثر من 80%. هالشي أبدا ما هو طبيعي، هذا الأمر سلبي جدا بالصراحة يا شباب. الشرط ما في أبدا، ما في إشارة صعود. صديقي مع ارتفاع البيتكوين ما شفنا أي تحسن بالعملة. أيضا صديقي ما صدر أي شيء جديد بخصوص فريق الأبكون. نعم يا صديقي، عملة القروض كان لها انتشار واسع، تم تبنيها على كتير من المنصات. الكل بيعرف مشروع هاي العملة الـ NFT الشهيرة، صورة القرود. أساس العملة صور القرود اللي باعوها واشتروها بأرقام فلكية، وصل كل سعر صورة إلى مليون دولار تقريبا. ما في استخدام فعلي للعملة. مع انتهاء موجة الـ NFT انتهى الفومو على العملة. وطبعا سبب الانخفاض هو الأشخاص اللي بيحصل وعلى NFT ايضا بيحصل على عملة الأبكون. فمع انخفاض سعر صور القروض اصبحت كل صورة لا تساوي 50,000 دولار، طبعا بعد ما كانت بتسوى مليون. اصبحوا المستثمرين يبيعوا العملة خوف من انخفاض. يعني صديقي كلما خفض سعر الـ NFT بينخفض سعر عملة الأبكون. للأسف صديقي الشرط سلبي وما في أي إشارة للصعود. صديقي أنا بتوقع تنخفض إلى أسفل مناطق الدولار. حاليا الـ RSI عند الـ20، منطقة ممكن تجذب الحيتان للشراء، لكن معك صديقي ما شفنا أي مؤشر للصعود. طبعا العملة كانت قائمة على الفومو. بمجرد انتهاء الانتشار لصور القروض شفنا انخفاض كبير بالعملة. طبعا اي اخبار راح اوافيكم اياها اول باول اذا صار تحرك اي للفريق واصبحت العملة صالحة للدخول. صديقي نحن بالقناة بنعلن عن اي خبر. واذا كنت بتفضل اهم الصفقات صديقي المرابح عالية، ما عليك صديقي لتنضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو. اذا حابب تدخل بسوق الفوركس كمان صفقاتنا مجانية. بتمنى من صديقي إذا استفدت من هذا المحتوى لا تنسى تدعمني باللايك والكومنت والاشتراك لحتى أقدر أفيدك بكل جديد. ولا تنسى هو الأهم اللي تترك تعليق ومشاركة لتكون أحد الرابحين معي بيوم غد.